اليوم حاب احكي عن عطور الباربر شوب اللي تسمى بالفوجير، ريحتها مثل ريحه معجون الحلاق اللي بنستخدمه، ريحه نظافه على ريحه صابونيه على ريحه رجوليه ذكوريه. ممكن يكون الفوجير ريحه نظيفه، ممكن يكون الفوجير مرات ريحه انيمالك، ممكن يكون اكواتيك فوجير، ممكن يكون اروماتيك فوجير. نبلش فيهم بشكل سريع، في بروت كان واحد من اوائل العطور، هذا اتوقع من 1964 او 65، كان على الاغلب الكل بيعرف هذا العطر، هو اشهر من نار على العالم. العطر الثاني هو داف دوف زينو، هو باي ذا واي البديل الاوفر لعطر وادي جو فيرجيليو، ريحه كلاسيكيه فخمه قديمه معتقه كتير كمان، واللي هو ليونارد جارلاند ديربي، تقريبا نفس ريحه ليونارد بور اون، ريحه فوجير نظيفه مع ريحه الجلد، فهو واحد كمان اجمل عطور الجلد جارلان هيريتج، عطر كتير كلاسيكي، البديل الاوفر لعطر روجا دينجر من غير ريحه صابونيه، انه فيه ريحه انيمالك اقوى شوي. البلاك بيرد كمان نفس الشيء، افتتاحيه قويه جدا من اللافندر، الجلد مع التوباكو مع النوتات الانيمالك، خلينا عطر ذكوري فخم جدا جدا جدا.